عرفتنا. اهلا وسهلا بك بصدى الملاعب ونورتنا. واول سؤال اقول لك يا شلون تشوف التجربه بالامارات؟ والتجربه بالامارات تجربه رائعه، خصوصا لعبت مع اول نادي في الامارات هو نادي الامارات. يعني بالنسبه لي حققت مع الاهم كان هو البقاء في دوري المحترفين، وبالنسبه لي كلاعب هو انني نسجل اهداف ويعني نقدم مستويات طيبه، خصوصا باش على الاقل نلعب فريق اللي يكون يلعب على الالقاب. والحمد لله يعني التجربه كانت رائعه مع نادي الامارات، فريق اللي كنحترمه، فريق قدمت مع اداء جيد، ونتمنى ان شاء الله نفس الاداء ان شاء الله مع الوحده ان شاء الله. كابتن، انت لعبت بانديه حققت معها بطولات، من تغامر وتجي لنادي ممكن تلعب على الهبوط، البقاء، المناطق الدافئه، شلون تشوف الموضوع هذا؟ صح يكون كل امور صعبه، خصوصا كانت فريق في المغرب يلعب على الالقاب، خصوصا فزت معاه بالكاس والدوري والعتي نهائيات يعني ككؤوس، وهذا يعني مجموعة من الأمور تختلف، لكن الخير فيما اختاره الله. يعني يكون عندك عروض لكن ما تعرف وين بتروح. الحمد لله كانوا عندي عروض، كانت مفاوضات مع النادي ما نجحوش تقريبا، لكن من بعد كل النوادي الأوروبية تقريبا يعني الانتقالات سدوا تقريبا، بقى في الإمارات بقى الخيار الوحيد هو أنني نروح، خصوصا وأنك ما وصلتش اتفاق مع النوادي الأخرى. النادي ديالي فريق الفتح يعني جلسنا ووصلنا الحل هو انني نروح النادي الامارات اعاره، ومن بعد نرجع لفريقي، خصوصا وانا كان عندي يعني انا اللي كنت عندي رغبه انني باش نحترف، ويعني خصوصا صافي فزت بالدوري وفزت بالكاس، فزت باحسن لاعب كما قلت لك مرتين تقريبا متتاليتين. كابتن مراد، انت انضميت من الفتح الرباطي الى نادي الامارات، انك تلعب لفريق يحقق بطولات وفريق يدور على المناطق الدافئه، اختلف عندك الوضع؟ في اختلاف يعني لا الدوري المغربي ولا الدوري الاماراتي، يعني دوريين يعني قويين، الدوري الاماراتي على مستوى اسيا والدوري المغربي على مستوى الافريقي. بالنسبه للدوري المغربي دوري قوي، في فرق يعني كثيره تقريبا، يعني مغاير شويه على الدوري الاماراتي. الدوري المغربي شويه قوه شويه يعني في اشياء مغايره. انا الاختلاف اللي لقيت هو انني كنت في الفتح العب على الالقاب، في الامارات كنت نلعب على البقاء، هذا هو الاختلاف بالنسبه لي كلاعب. لكن الدوريين حتى الدوري الاماراتي دوري ممتاز، يعني شفنا هدف الدوري وصلت 33 هدف، يعني هذا شيء ايجابي بالنسبه للدوري الاماراتي. الفرق اللي تلعب الكوره اكون معها، يعني خصوصا للنصر فريق كبير وفريق الاتحاد فريق كبير، الهلال، هادو فرق اللي عندها اسمها على الصعيد العربي. كابتن، برايك من هو افضل لاعب محلي في الامارات وافضل محترف؟ افضل لاعب بالامارات عموري. عموري. افضل محترف؟ كابتن ليما. ليما، ليما الوصل. كابتن، شنو تعد جماهير نادي الوحده انه تقدم لهم هذا الموسم؟ اتمنى ان شاء الله نقدم الاضافه لفريق الوحده، خصوصا فريق الوحده فريق كبير كما قلت، يعني عنده جمهور وقاعده جمهوريه في المستوى ويعشق كره القدم. نتمنى احنا كفريق وانا كلاعب انا نقدم الاضافه وانا نكون فاعل خير على فريق الوحده، ولما ان شاء الله نفوز بالدوري هذا الموسم ان شاء الله.